بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا
بالله بالله يوم ال وباليوم الآخر آخر وما هم وما هم بمؤمنين بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله يخادعون الله والذين والذين آمنوا آمنوا وما وما يخدعون يخدعون إلا إلا أنفسهم أنفسهم وما وما يشعرون يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم.